بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الطلاب نبتدي ان شاء الله مع بعض الجزء الرابع من الفصل السادس لمقرر نظم التشغيل في الجزء ده يا جماعه هنتكلم عن موضوع اسمه بيج ريبليسمنت Algorithms طيب الموضوع بيقول ايه بيقول خلي بالك انت لما يكون في بروسيس محتاجه ها بيج منها تدخل دلوقتي عند الايه عند الفيزيكال ميموري علشان يحصل لها عمليه تنفيذ زي ما انت شايف كده لو احنا عايزين ايه ندخل بيج للبروس لمين للذاكره واحنا مش لاقيين لها اي مكان كنا بنعمل ايه يا جماعه فاكرين ايوه فعلا كنا بنخلي ايه بيج تانية لبروسيس تانية ها تخرج بحيث ان هي ايه ها ان هي تدخل مكانها مش كده ولا ايه جميل يبقى كنا بنقول ايه بقى كنا بنعمل عمليه ايه اسواب ان للبيج الايه المطلوبه وسواب اوت للبيج الايه ها الخارجه وكنا حتى بنسمي البيج اللي خارجه ديت او الضحيه عمليه يا جماعه اللي سوابنج ان واللي اوت محتاجه تنظيم محتاجه ترتيب طيب ها مين البيج اللي تدخل بالظبط وتدخل مكان مين اكيد الموضوع عايز تنظيم وترتيب عايز لوغاريتم اوكي هنبدا نشوف مع بعض تنظيم وترتيب الخروج دوت يتم ازاي باي طريقه باي منهجيه نشوف هنبتدي مع بعض اللوغاريتمات بتاعتنا اول لوغاريتم هنشوفه مع بعض يا جماعه اسمه فيرست انبوت فيرست اوبوت الجورز وكلمة فيرست انبوت فيرست اوتبوت الجوريثم معناها ان احنا بنضحي او الفيكتيم البيج اللي خارجه ديت الفيكتيم هنضحي بمين؟ باكتر بيج قعدت في الذاكره. اكتر بيج قعدت في الذاكره هنخرجها وندخل البيج المطلوبه مكانها. طيب نشوف الكلام ده بالتفصيل نشوف الكلام ده بالتفصيل مع وجود مثال. طيب نشوف بقى المثال بيجي لنا ازاي؟ بيقول سبوز 3 بيجز كان بي ان ميموري اد تايم بير بروسيس معناها ايه معناها ان في عندي بروسس محتاجه يكون في الميموري لها 3 بيجز 3 بيجز معناها انها محتاجه 3 اماكن يعني 3 فريمز مش كده طب جميل وبيقول لك ان البروسس ديت يا جماعه الريفرنس بيجز بتاعتها او ارقام الايه الايه البيجز بتاعتها هي الارقام اللي جايه دي 7 0 1 2 0 وهي ارقام مرجعيه بتشير لمين ها للبيج جميل يعني بقول ان انا عايز البيج ذات الرقم المرجعي سبعة ها البيج ذات الرقم المرجعي زيرو نعتبر ان دي ارقام البيجز جميل وبنقول ايه بقى يا جماعه بيجي ها مثال زي ده وبيقول لك خلي بالك البروسس ارقامها البيجز ارقامها المرجعيه بالمنظر اللي قدامك ده كده ها طبق لنا اللوغاريتم اللي اسمه فيرست انبوت فيرست اوتبوت معناها ايه؟ معناه أعاد لنا البيجز ديت دلوقتي بتاعت البروسس اللي قدامك ديت دي ها بلوغاريتم في اف اي اف او او فيرست انبوت فيرست اوت علما بان انت معاك ثلاثه بيجز معناها انك انت عندك كام اماكن فاضيه ها او محتاج كام فريم محتاج ثلاثه فريم طيب اعمل ايه احل ازاي يقول لك مفيش مشكله انت تعمل ايه الارقام اللي قدامك ها حطها قدامك بالتسلسل اللي هو جاي لك بالظبط ده كده طب وبعدين اعمل ايه ارسم الثلاثه فريم وبنسميها ايه البيج فريم معناها ايه معناها ان انا محتاج ثلاثة فريم حاليا ادي الفريم الاول الثاني التالت ارسمهم واقول انا عندي ها البيج رقم سبعة عايزه تقعد فين في فريم الفريم دي لاحظ ان في الانيشال بوزيشن في الوضع الاولاني هنفترض ان الفريمز اللي قدامك دي فاضيه مفيش مشكله سبعة تيجي تقعد في اول مكان فاضي شوفها جميل طيب مين بعد كده يا جماعه الصفر اقوم واخد الصفر كده واقعده في المكان في فاضي اه طبعا المكان الثاني فاضي يقعد مكان ايه؟ ها المكان الفاضي المكان الثاني بعد السبعه على طول. طب والواحد عايز يقعد يقعد مكان مين؟ في الفاضي ايوه في فاضي اه في فاضي يجي آه يقعد في المكان الثالث الفاضي. كده يبقى انا قعدت البروسيس كام يا جماعه؟ ها البروسيس الاولانيه ذات البيجس اللي قدامنا دي كلها قعدت و سبعه وصفر وواحد. جميل. طيب نيجي بقى يا جماعه للبيج رقم اتنين ونبدا هنا الكلام. شايف البيج رقم اتنين دي عايز تقعد تقعد مكان مين قدامها حل من تلاتة يا إما تقعد مكان السبعة أو الصفر أو الواحد طب تقعد مكان أنهي واحد فيهم نطبق القاعدة بتاعتنا اف اي اف او أكتر بيج قعدت في الميموري تخرج طب مين أكتر بيج قعدت في الميموري دلوقتي يا جماعة بص كده على الهيستوري هتلاقي شوف السبعة دي سبعة 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 معناها إنها قعدت مدة طويلة قدامك أهي مش كده؟ آه طيب نعمل ايه بقى؟ نخرج السبعه تخرج وتقعد الاثنين مكانها. فهمنا يا جماعه؟ اه فهمنا. فهمنا ان احنا بنخرج مين دلوقتي؟ بنخرج البيج ها؟ مظبوط اللي قعدت اكتر وقت في الذاكره. جميل. الاثنين تدخل تقعد مكان السبعه مش كده؟ اه ويبتدي ايه؟ الصفر يبقى موجود عندي والواحد موجود عندي. طيب انا محتاج بعد كده البيج رقم ها زيرو ونقول احنا عايزين نقعد نقعد مكان الاثنين ولا الصفر ولا الواحد يقول لك استنى بقى كده يا صفر انت اصلا موجود فين؟ ها؟ في ايه؟ في الفريم، موجود في الذاكره قدامك اهي، قاعد في فريم جاهز، فاذا ما يحصلش عندها اي عمليه، يبقى قدامها فاضي زي ما انت شايف كده. جميل، طيب نطبق القاعده الثانيه، الثلاثه عايزه تقعد يا جماعه، تفتكر تقعد مكان مين؟ ها؟ الثلاثه، تقعد مكان مين؟ ها؟ دور على الهيستوري، دور على التاريخ، بص كده على الثلاثه، اهي، تقعد مكان مين؟ تقعد مكان الاثنين؟ ولا الصفر ولا الواحد؟ مين أكتر واحد دلوقتي قاعد يا جماعة؟ أكتر واحد قاعد دلوقتي في الإيه؟ في الميموري هو الصفر، شايفين؟ أيوه، صح كده. الصفر، يبقى إذا التلاتة تقعد مكان الصفر، يبقى اتنين زي ما هي، التلاتة تحل محل الصفر ها؟ وإيه؟ ويتبقى عند مين؟ الواحد. جميل، يبقى إذا هي حلت محلها، بيج ريبليسمنت، مش كده؟ اه، إذا يبقى دلوقتي يا جماعه فهمنا احنا بنطبق اللوغاريتم ده ازاي واللوغاريتم دوت بيقول مين يقعد مكان مين جميل تعال نشوف برضو الصفر ده الصفر عايز يقعد يقعد مكان مين الاثنين ولا الثلاثه ولا الواحد بص كده مين اكتر واحد قاعد دلوقتي صح برافو عليك الواحد اكتر واحد قاعد دلوقتي في الذاكره اهي شايفها جميل يبقى الصفر يقعد مكانه قول انت بقى ورايا الاربعه ديت تقعد مكان مين احنا هنبص على اكتر واحد قاعد في الذاكره تقعد مكان الاثنين ولا الثلاثه ولا الصفر ها مين قعد مين اكتر واحد قعد فعلا الاثنين شايفينها اكتر إيه, برو ايه ايوه اكتر بيجي قعدت تبقى تقعد مكان الاثنين طب الاثنين يا جماعه تقعد مكان مين ها قول انت صح تقعد مكان الثلاثه طيب الثلاثه تقعد مكان مين الصفر ليه الصفر لان علشان الصفر اكتر واحد قعد قدامه دلوقتي طيب ها الصفر تقعد مكان مين؟ الأربعة صح برافو عليك. طب والتلاتة تقعد مكان مين؟ لا استنى التلاتة أنت قاعدة أصلا خلاص ما مالكيش عملية. طب الاتنين عايزة تقعد تقعد مكان مين؟ طالما الاتنين موجودة ما نعملش أي عملية عليها خلاص. طيب الواحد تقعد مكان مين يا جماعة؟ بص كده معايا الواحد الواحد قدامه تقعد مكان الصفر أو الاتنين أو التلاتة. معايا؟ جميل تقعد مكان مين الواحد؟ أكتر واحد قاعد مين دلوقتي يا جماعة؟ الاتنين أهي شايفينها؟ اكتر واحدة قعدت في الموضوع ده دلوقتي هي الاثنين يقعد مكان الاثنين طب والاثنين تقعد مكان مين يا جماعة ها ها برافو عليك صح التلاتة عشان التلاتة اكتر واحدة كانت قعدت مش كده اه جميل والصفر موجود ما عملش حاجة معاه ها واحد موجود برضو ما عملوش اي عملية طب والسبعة ها تقعد مكان مين صح تقعد مكان الصفر والصفر تقعد مكان مين يا جماعة ها تقعد مكان الواحد شوف اكتر واحد قاعده ازاي في الذاكره جميل والواحد يقعد مكان مين برافو عليك يقعد مكان الاثنين لان الاثنين اكتر دلوقتي ها بيج قعدت في السكه يتبقى عندنا حاجه اسمها حساب البيج فولت والبيج فولت عدد العمليات اللي تمت يعني ايه احنا عملنا كام عمليه دلوقتي بص معايا عد معايا واحد اثنين ثلاثة اه، أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر إذا البيج فولتز أخطاء الصفحة هي خمستاشر اذا لحساب عدد البيج فولدز بعمل ايه يا جماعه بعد العمليات اللي تمت بعد الم... ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته